إذا بتتذكر المرة الماضية حكينا عن الديد ويت تيست، عن الميكانيكال افكتس. هذه أنواع مختلفة من الميكانيكال افكتس. طلع هون هاي البوردون تيوب، هاي فكرة البوردون تيوب. هاي سبايرل عم ناخذ من البروسيس، من مرور السبايرل، فهذا بيرفع السنسيتيفيتي، فبصير في عندي ديفليكشن اكثر هون بشوفه فيجوالي. هذا هون الهيليكس، تذكروا حكينا كمان عن البيلوز والدايفرام. هلا في كمان ممكن احنا ناخذ نطلع على الاوتبوت الكتريكلي. خلينا نطلع على هذا الديزاين هون. هلا الديزاين اللي موجود هون عندي هاي الريفرنس بريشر اللي بقيس بالنسبه له، وهذا هون البروسيس بريشر اللي عمالي بقيسه. يصير في عندي هلا هون ضغط على هذا الدايفرام اللي موجود هون، الدايفرام موجود هون، رح يصير في ضغط من البريشر اجينست الريفرنس بريشر اللي موجود هناك.